نشيط انت في المهرجانات الفتره دي؟ الفتره دي عشانهم عشانهم هم، عشان بابايا ومامتي. الحصان الاسود بتوقيت القاهره طبعا بيشارك من اكتر في يعني شارك في مهرجانات كتيره، وبيشارك كمان في ايام طبعا الفيلم العربي. انا كان نفسي اشوف امير رمسيس كمان موجود وهو الفيلم بيتعرض. سعيد ان الفيلم كمان بيتعرض هنا، وحاجه حلوه ان يبقى دايما الفيلم موجود، ان شغله موجود، حاجه حلوه. احنا شفنا كمان المتحف، انت مبسوطه بان يبقى في متحف باسم الفنانه راحل نور الشريف ويكون ليه مقتنيات فيه؟ طبعا مبسوطه جدا بيه، لكن هو يعني محتاج لسه، احنا المفروض احنا نشتغل عليه تاني زياده. سعيده جدا بيه، وفكره حلوه المفروض ان هي تبقى موجوده لكل الاعمال بعد كده والفنانين والاعمال، فاتمنى انها تبقى حاجه ناجحه ان شاء الله. هتنتجي؟ سمعنا كتير هتنتج، مش هتنتج؟ والله موضوع الانتاج ده هو الموضوع خد اكبر من حجمه. انا كان المفروض ان انا هدخل، يعني هي كان ناس صحابي عاملين مشروع وانا كنت هدخل معاهم فيه، لكن حتى يعني الموضوع ده هيبقى مؤجل، يعني حصل حاجه في المشروع ده فتأجل، لكن ان انا هرجع تاني للانتاج اتمنى ان انا بعد كده بانتج. لكن هو دلوقتي ما هياش الاولويه، الاولويه ان انا ارجع بقى نشيطه تاني، ان انا ارجع للتمثيل الاول. والانتاج فكره موجوده وفي شركه ام بي هتفضل موجوده، لكن نشاطها هيرجع امتى لا لسه. بسطنا ان الشركه لسه موجوده، دي اهم. هتفضل موجوده ان شاء الله، واتمنى النشاط هيرجع لكن مش وقت قريب. ماي بنت ب 100 راجل، ربنا يخليكي. الوفد المصري منوره ريد كاربت، منور بيكو. منور بوجود حضرتك، مبسوطين جدا يعني حضرتك بقيتي مهتمه بحضور المهرجانات الفتره الاخيره.